الشهداء الحقيقيون هم من يدافعون عن وطنهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لأهله وأرضه وبحره وسمائه. وليس هؤلاء الذين يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. وعندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي، أي أن يأخذ مالي بالقوة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وليس الوطن أقل شأنا من المال، بل هو أولى وأعز.